نرجع بقى ونتكلم على الاهلي والزمالك والمباراه الحقيقه اللي اتكلمنا عليها والناس بتتكلم عليها بقى لها فتره كبيره جدا. سيبك من حازم امام في موضوع الاهلي والزمالك لان حازم كان معايا في الاستوديو وقال له تقريبا دوار بحر. هنتكلم على فاينل افريقيا مش كده؟ فاينل افريقيا. انت رجعت بدري قوي. انت كنت معايا في الاستوديو في الدور قبل النهائي، كنت لوحدك الحمد لله. قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا سمعتك بتقول ان انت قبل الماتش قبل الجون ما يجي بخمس دقائق قلت لحسام غالي هنخسر. كنت حاسس، لا كنت حاسس ان الماتش رايح ناحيه الاهلي. لان في انا بالنسبه لي في علامات في الكوره سيف، ان لما تبتدي تخسر الكوره المشتركه بتاعتك والكوره الثانيه بتاعتك تبتدي تحس ان في قله تركيز. لو شفت الربع ساعه اللي قبل الجون قبل ما قفشه يجيب الجون، طبعا انت عارف زعل الزملكاويه ايه يا سيف ولا لا؟ زعل الزملكاويه الكبير، ما اعرفش حازم رايه ايه. ان في فرق مستوى فني كبير بين فرقه الزمالك والاهلي لاول مره من سنين طويله. هو ده اللي مزعل الزملكاويه. يعني انا عن نفسي صعبان عليا ان الفرقه دي ما تكسبش، بس العزيمه دايما وثقه الفوز عند فرقه الاهلي. لا لا والله صدقني في عزيمه وفي كل حاجه، لكن في توفيق. لا لا في توفيق، بس في حاجه اسمها اخر 10 دقائق. أيوة ما تبقى صح. على طول عندك اخر 10 دقائق بتفنش وبتلعب بنفس السيستم. انا هقول لك، بس هقول لك عقيده لا عند فرقه الاهلي او في عقيده عند الاهلاويه ان احنا اخر 10 دقائق لو احنا محتاجينها هنكسب. سيف ماتش السوبر تمام، فرقه الزمالك بتقاتل لغايه اخر دقيقه، وماتش الدوري الاخير فرقه الزمالك بتقاتل لغايه اخر دقيقه. ال- 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 الحته انا في رايي تمام، الكوره سيف مش ملعب بس، وده اللي لازم الناس تفهمه. حازم عارف الكلام ده كويس قوي. الكوره ملعب وحاجات حوالين الملعب كتيره جدا لازم تكون كلها متقاسه صح ومتاخد فيها قرارات صح ونفسيات صح وحاجات و- 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 وحاجات مترتب عليها ان انت التوفيق يجيلك. التوفيق ده ما بيجيلكش ان انت بان انت تبقى يعني التوفيق ده بيجيلك من حاجات معينه بتعملها عشان التوفيق ده يجيلك. الاهلي احسن في الحته دي. الاهلي المشاكل اللي موجوده حوالين الملعب اقل بكتير، مرتب حتى وحتى لو في مشاكل حوالين الملعب بيتم التعامل معاها بذكاء كبير جدا، وبيتم يعني بيعرفوا ازاي ان هو لو في مشكله ان انا ازاي اطفي مكان ان خلاص مفيش مشكله. الاهلي الزمالك دي مشكلته الدائمه الازليه ان المشكله بتطلع على السطح وبتكبر وناس حواليها بتعملها مشكله كبيره، ولغايه دلوقتي مش عارفين نتعلم ازاي ان احنا نقدر ان احنا ندير الحته دي بشكل كويس. النهارده ال- 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 المنظر اللي الزمالك نهى بيه الشوط الاول كان كفيل الطبيعي ان الزمالك ينزل الشوط الثاني في اول ربع ساعه يجيب جونين وخلص الماتش، صح ولا لا يا عازم؟ النقطه بقى اللي انت بتتكلم عليها، يحسب للاهلي ولاعيبه الاهلي الكبار اللي موجوده في الملعب ان هم قدروا ان هم يرجعوا يقفوا على رجليهم تاني في الملعب وينهوا الماتش كويس. الزمالك الاهلي بدا الماتش كويس جدا ونهى الماتش كويس جدا. يعني انا بشوف في ماتش الزمالك والاهلي يا ميدو ان المشكله ان انت وانت كويس لازم تكسب الماتش.